اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ثوار ميسان اليوم سوينا تصعيد، وهذا التصعيد بعد ما ينتهي اعطينا مهله يومين المدراء الدوائر والمحافظ ميسان، اعطيناه مهله يومين ما استجاب لنا ولا شفنا اي رد من مدراء الدوائر، وطيناهم اول البارحه هم مهله يومين، صار لهم 4 ايام مدراء الدوائر الاستقاله فورا لان جاي يصير تعيينات محاصصه ومن المحافظات جاي يعينون، الاستقاله فورا لمدراء الدوائر ومحافظ ميسان الاستقاله اليوم فورا، اذا ما استقال هذا التصعيد ما ينتهي. يا دواشي ليدي هذا الشعب ليدي.